تحت شعار مزارع ومرب مبتكر برؤية مستدامة، أطلقت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي تشتمل على 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية و89 مسابقة مصاحبة، بإجمالي جوائز تتجاوز 10 ملايين درهم إماراتي. هذه الجائزة الثرية بجوائزها وكذلك بفعالياتها، الفعاليات تغطي كل الأنشطة المختلفة في القطاع الزراعي سواء كان نباتي أو حيواني، أيضا قطاع الغذاء والطبخ. كذلك لدينا مهرجانات مهمة جدا، منها مهرجان العسل، منها مهرجان الزهور، لدينا مسابقات للثروة الحيوانية خاصة بالحليب، أفضل السلالات الحليب، كذلك الأوزان. طبعا تتميز الدورة هذه بوجود مهرجان الزهور، يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة وكذلك الدولة. البرنامج هذا أو المهرجان يشمل مجموعة من المسابقات والجوائز، مجموعة من الفعاليات بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة واهتمامه بمجال الزهور، تم إطلاق هذا المهرجان. لدورة الجائزة هذا العام أهمية وطنية خاصة من حيث تزامنها مع عام الاستدامة للعام الثاني على التوالي، حيث تبني على النجاحات التي حققتها الدولة العام الماضي. تغطي هيكلية الجائزة كامل أقسام القطاع الزراعي، انطلاقا من إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه جميع المزارعين في تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة بغض النظر عن حجم أعمالهم. يعتبر إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي رافدا حيويا وإضافة في مجال الزراعة في دولة الإمارات. لنشرة علوم الدار، مها ياسر، أبوظبي.